هنراجع الوايت بلاد سيلز. طبعا طلبه كتيره في الدفعه عايزين الوايت بلاد سيلز كشرح، لان كان في الوقت ده ما كانش ناس كتيره بتحضر المحاضرات عشان ظروف الامتحانات. قبل ما اقول الوايت بلاد سيلز عايزين نقول الخطه العامه بالبلاد عشان الناس ما تتوهش. احنا اتفقنا ان البلاد بيتكون من بلازما وسيلز. السيلز شرحنا الار بي سيز وارستروبييسز وستراكشر وانيميا، ده الجزء بتاع الريد بلاد سيلز. جينا بالنسبه للبليتس قلنا الاستراكشر اوف البليتس وقلنا الفانكشن بتاعها. الوايت بلاد سيلز على فكره لازم تعرف عنها كذا كلاسيفيكيشن. بمعنى ايه؟ لما اتكلم على الوايت بلاد سيلز لازم تقول لي يا ترى ايه دورها؟ ايه التقسيمه بتاعتها؟ يا اما مور نوكيولر يا اما بولي مورف نيوكليير. ما معنى التقسيمه دي؟ يا اما وايت بلاد سيلز هي شكل واحد مونو، يا اما بولي مورف يعني اكتر من مورفولوجي واكتر من شكل. طيب لو هي شكل واحد مونو سايتس، يا جماعه المونو سايتس دي بتبتدي خلايا ان ماتيور توصل الى التيشو تبقى ماتيور بعد 72 ساعة 3 ايام وتغير اسمها في التيشو تبقى ماكرو فيج تاكل اي فورين بودي. طيب المونوسايتس بتتحول لماكرو فيجز معايا يعني ايه حسب كل تيشو؟ دكتورة فاتن في الكتاب قالت الماكرو فيج لو راح للم يبقى اسمه بالمونري الفيلر ماكروفيج، وده كان بيطلع من تايب 1 الفيلر ابيثيليال سيلز. اوعى تتلخبط، تايب 2 سكريت سيرفاكت. طيب لو راح للبرين بنقول عليها مايكرو جلايا، لو راح للليفر هنسميها فون كافر سيل على اسم الراجل الالماني اللي اكتشفها. كتاب الاسم قال جمله كتبتها بالبولد، الماكروفيج از بروفيشنال فيجوسايتس، خلايا مختلفه بتاكل الفورين بادي. وهنقول ازاي بيحصل فيجوسايتوزس النهارده. هنقسم الوايت بلاد سيلز حسب كفائتها. في نوع من الوايت بلاد سيلز محترف في الفيجوسايتوزس بروفيشنال، في نوع متخصص بس مش قوي، في نوع اساسا فيري ويك، وفي نوع تاني نو فيجوسايتوزس. هركز عليها مع الشرح انها دايما بتيجي في الام سي كيو. في ليمفوسايتس، الخلايا الليمفاويه كانت نوعين تي اند بي. دايما الليمفوسايتس عايزك تعرف عنها كلمه مؤقتا دلوقتي، مسؤوله عن المناعه المكتسبه. يعني انت ما بتتخلقش بالليمفوسايتس اكتف، مسؤوله عن الاكوايرد اميون سيستم. دي التقسيمه الثانيه في الوايت بلاد سيلز. قلنا التقسيمه الاولى حسب الشكل والتقسيمه الثانيه حسب الفانكشن. طيب انت بدات بالمونوكيولر، ايه بقى البولي مورفونوكيولر؟ بصوا اول حاجه نيوتروفيلز، خلايا نيوتروفيلز تمثل من 60 ل 70% من الوايت بلاد سيلز، من معظم الوايت بلاد سيلز، ودايما بتيجي ام سي كيو مش شرط. دكتوره فاتن تقول ان الوايت بلاد سيلز 70% منها نيوتروفيلز، تقول لك معظمها، هي نفس الاجابه. سبيشاليست فيجوسايت، خلايا متخصصه. وعلى فكره هشرح في الصفحه الاخيره في الفيديو ده مع الرسمه دي ازاي بتشتغل النيوتروفيلز. تمام. اما الايزينوفيلز نسبتها من 1 ل 4% ويك فيجوسايتس، البيزوفيلز من 0.25% نو فيجوسايتس. لو تلاحظوا حاجه عملتها في الورقه وعايز الزوم يبقى واضح عليها، فيجوسايتس كلها على سطح
اهو كل دول فيجوسايتس. جيت بالبولد بولد ايه الفرق؟ نيوتروفيلز تبقى سبيشاليست، ايزينوفيلز ضعيفه جدا، لان هي الايزينوفيلز هنعرف دلوقتي ليه. بيزوفيلز نو، اما المونوسايتس بروفيشنال. تمام، نيجي بقى للبيزوفيلز. بيزوفيلز يا جماعه عامله زي العمله، ملك وكتاب، فيها جزء مفيد جدا وفيها فانكشن ضار. يعني ايه؟ نبتدي بالمفيد. البيزوفيلز ستور، بتخزن حاجتين بحرف الاتش، هيستامين وهبل، ودي تعتبر ميزه، ولكن عيبها انها مع الاميونوجلوبولين اي، خدتوها في الهيستولوجي، بتعمل الرجي. يعني ايه؟ دايما معروف ان الانتي بوديز بيهاجم الانتي، بيهاجم اي انفكشن. المرات الاميونوجلوبولين اي مع البيزوفيلز مع بعض هيطلعوا لي ماده ضاره جدا اسمها سيرسال. سيرسال اختصار سلو رياكتنج سبستنس اوف انافيلاكسيس. يعني ايه؟ لما بيبقى في انتيجين سيفير جدا دخل جوه جسمك، الانتيجين السيفير ده انت عايز تواجهه، انت عايز تهضمه، بس للاسف تطلع ماده من جسمك تخلي التفاعل ضد الانتيجين ده بطيء جدا. الماده دي اسمها سلو رياكتنج، اسمها بيوضح دول. كمان البيزوفيلز بتطلع سيريتونين. لو تبصوا على البيزوفيلز تلاقوها بتفرز اربع مواد، اثنين بحرف الاس سيريتونين وسيرسا، واثنين بحرف الاتش استامين وهبل. ودايما كل حاجه ربنا بيخلقها مش كلها ضار، الضار السيرسا، المفيد الهبل. دكتوره فاتن دايما تركز في الوايت بلاد سيلز، معظم الوايت بلاد سيلز ام سي كيو، والسؤال اللي بيجي فيها النظري هتقول طيب ده دور البيزوفيلز. في نقطه اخيره في الصفحه دي عايز اركز عليها، ازاي ننظم الوايت بلاد سيلز برودكشن. كلنا عارفين ان الوايت بلاد سيل كاونت من 4000 ل 11000 افريج 7000. العوامل اللي بتاثر فيها كيميكال ماسنجرز، يعني ايه؟ ليوكيميا انديوسيبل فاكتور. هنا مش ليوكيميا بقى، ليكوسايت. الاسم الثاني للوايت بلاد سيلز هو الليكوسايتس. فدي الاختصار ده بيجي في الام سي كيو، الفاكتورز ستيميوليت ذا وايت بلاد سيل برودكشن. يكتب لك ليكوسايت اي انديوسيبل، يعني محفز فاكتور. تمام، وعندك جروس فاكتورز حاجه اسمها انتر ليوكينز. هنا بقى طلبه كتيره بتسال دكتور يعني ايه انتر ليوكين؟ الوايت بلاد سيلز اسمها العلمي ليكوسايتس. لو انا ليكوسايت عايز اتصل بليكوسايت ثانيه جارتي، لازم افرز ماده تبقى انتر، تبقى مرنه زي الانترنت، هسميها انتر ليوكين. تحفظها واحد ثلاثة أربعة. يا جماعة الانتر ليوكينز أنواع. أنواع الانتر ليوكين بتجيبها في الام سي كيو. في حاجة ثالثة سي اس اف، ده اختصار كولوني ستيميوليتنج فاكتور. يعني ايه؟ الوايت بلاد سيلز لما بتتكون بتبقى في مستعمرات، مستوطنات خلايا كتيرة جدا. فالكولوني ستيميوليتنج فاكتور انا عايز اعمل مجموعة جرانيولو سايت، عايز اعمل مجموعة مونو سايت، عايز اعمل مجموعتين جرانيولو سايتس ومونو سايت. فدايما تلاحظ الكتاب يكتب الشفرة دي سي اس اف داش جي، ده رمز ايه؟
كولن ستيمولييتنج فاكتور جرانيوسايت او داش ام يبقى مونوسايتس جي ام الاثنين مع بعض. هنيجي بعد كده للصفحه الثانيه. اتفقنا ان الوايت بلاد سيلز متقسمه بطريقتين. دي الطريقه الاولى حسب الشكل، الطريقه الثانيه حسب الاهميه حسب الفانكشن. في ناتشرال اميون سيستم، الصفحه دي كلها هي الناتشرال اميون سيستم، ده الطبيعي. وفي الفيديو الاخر اخر فيديو هقول الاكوايرد. طيب الناتشرال بتاعنا طلعت منه اربع اسماء. اول خط دفاعي طبعا سلو رياكشن نون سبيسيفيك، دايما الحاجه الطبيعيه بتاخد وقت في شغلها شويه. سلو نون سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني انا ما بدافعش عن الجسم ضد حاجه بعينها، ده بصفه عامه هدافع عنها. طيب يشمل يعني ايه كلمه يشمل؟ لو قلت لك السكين، السكين بتاعنا بيمنع اختراق البكتيريا، في طبقه الكيراتين في السكين بتمنع البكتيريا البنتريشن، ده وسيله دفاع مناعيه طبيعيه. الاستومك بيفرز الاتش سي ال، طب ما هو الاتش سي ال بيعمل ستيريلايزيشن يعني بيخلي المعده معقمه، بيقتل البكتيريا الطبيعي اللي ممكن تتكون. السيليا اللي موجوده في النيزل ميوكوزا بيقدر يمسك اي فورين بطل، كل دول ناتشرال اميون سيستم عادي في مكانه نعتبره لوكال حالات عاديه. طب ولو تلاحظوا الثلاثه اللي انا قلتهم سكين ستومك سيليا لا يقدر ما اقدرش اعتبرهم سيلز، دول مش خلايا. ربنا عمل حاجه جميله قوي، خلى طبقات تدافع عنك ناتشر، وكمان حط سيل ميديتد، هنعمل زوم عليه. مين السيلز اللي ناتشرلي شغال عنك؟ بتاكل البكتيريا ماكروفيج، ماكروفيج هنقولها، نيوتروفيلز هنقولها في الصفحه الاخيره ودي رسمتها، وفي سيل اسمها ناتشرال كيلر سيل. هنا بقى عايزين نقف سنه في الام سي كيو. كل سنه دكتوره فاتن سواء دور اول او دور تاني تجيب ناتشرال كيلر. يعني ايه ناتشرال كيلر؟ لو بتتفرج على افلام امريكاني في القاتل المحترف اللي بقى متقدر ومعاه البندقيه الكبيره دي اللي فيها الكاميرا ويعلم بالظبط على اللي انا حمويته ويجي يجيبه من فوق عباره من اي حته. ناتشورال كيلر يعني قاتل بقى محترف، يقتل اي سيل مش فارقه معاه. سيل تيجي تقول له خلي بالك السيل بتاعتي دي فيها فيروس هدمرها، فيها بكتيريا هاكلها، طب السيل دي فيها تيومر او ورم ما يهمنيش. من الاخر ناتشورال كيلر بتاع كله يدمر اي حاجه. طالما قاتل محترف هل يا ترى تعرف له اوريجين؟ مره سالت السؤال ده لحد من الطلبه قال لي يا دكتور مش فاهم، قلت له واحد بيقتل بفلوس يعني يبقى بناس؟ قال لي طبعا لا ملوش اصل، يعني واحد مفيش ضمير. عشان كده الكتاب قال عن ناتشورال كيلر ايه؟ نون بي نون تي، يعني لا هو تبع البي ليمفوسايتس ولا تبع التي، هو مش اكوايرد ولا ناتشورال، بين البنين زي ما بقول لك على حاجه تقول لي ده بين البنين، لا تبع ده ولا تبع ده. كل سنه في الام سي كيو بقى دكتوره فاتن تقول لك ناتشورال كيلر نون بي نون تي، لا صح. ديستروي اني سيل، لا صح. تقول لك ايه زائد بي، تقول لها الاثنين. دايما الاجابه دي لازم تبقى معروفه. ناتشورال كيلر وقلنا عليها كل حاجه. نيجي بقى للجزء اللي في النص ونعمل عليه زوم مهم قوي. الناتشورال اميون سيستم مش لازم تبقى طبقات كيراتين مستمر او سيلز
ممكن تبقى يورال هنا عايز اركز على معلومه سمعتوها خارج من الهيستولوجي. في دكاتره هيستولوجي قالوا للطلبه معلومه غلط بدون ذكر اسماء. في بنت قالت لي انا سالت الدكتوره قالت لها هيومرال جايه من كلمه هيومرس وقالت هيومرس يعني المعضل. يا بنتي زي عظمه الهيومرس. يا جماعه الاجابه دي غلط. هيومرال معناها ايه؟ سائل. يعني سائل؟ مناعه ربنا بيفرزها طبيعي في الدم. بروتينات بتتفرز ريليز فيه البلازما. بلازما از فلويد 90% من البلازما از ووتر زي ما قلنا. يبقى هيومرال معناه المناعه السائله حاجه بتمشي في الدم. هيومرال طلعت منها ثلاث اسهم يعني فيها كام حاجه؟ ثلاثه. اللي بيبص على الفيديو ده بمزاجك يلاحظ حاجه. الدكتور اتكلم على كام عنوان؟ ثلاث عناوين رئيسيه ناتشرال سيلز هيومر. في كل عنوان انا بتكلم على كام نقطه؟ ثلاثه. سيلز قلت كام واحده؟ ماكروفيج نيوتروفيل هنقولهم بالتفاصيل. ناتشرال كيلر جيت على الناتشرال قلت سكين ستومك اند سيلر. الورقه دي اعتبروها ورقه الثلاثات. جينا على الهيومر هقول ثلاث حاجات. اول سيل اول بروتين بيطلع ويتفرز في الدم اسمه انترفيرون. طلبه كتير عايزه تفهم يعني ايه انترفيرون. لو ليكم في الانجليش شويه انترفيرون يعني انترفير. ترفير معناها يمنع. امنع ايه؟ تخيل في سيل بتاعتي اتصابت بفيروس. انا عايز احمي النورمال سلة اللي جنبها. فاجي كده وتخيل في سيل فيها فيروس وادي سيل جنبها نورمال سيل. شيء طبيعي جدا ان انا عايز احمي النورمال. ربنا عمل حاجه عظيم قوي خلى السيل اللي فيها الفيروس تطلع بروتين اسمه انترفيرون. البروتين ده موجود فين دلوقتي؟ بلازما ما بين السيلز العاديه. ما دام مشي في البلازما يعني مشي في السائل هسميه هيومرال زي ما جينا قلنا قبل كده. يبقى ده انترفيرون. انا بمنعك يا فيروس ان انت تهاجم النورمال سيلز. مفيش حاجه في الاميونيتي اسمها انا ومن بعد الطوفان. الانانيه اللي بين البشر دي مش موجود عندنا في جسمنا. لا انا لازم احمي النورمال سيل. يبقى دي اول واحده انترفيرون. نيجي نعمل زوم للثانيه كومبلمنت. من غير ما تكون فاهم فيسيولوجي وفاهم انجلش بس يعني كومبلمنت يكمل عمل شيء اخر كومبلمنتري. وخدتوها في الاوتونوميك انت السيمباثيك والبار سيمباثيك كومبلمنتري تو ايتش اذر يعني يكمل. دخل فيروس جوه جسمك ده انتيجين. مين اول واحد بيواجهه؟ انتي بوديز. الانتي بودي الطلبه فاهمين غلط انه بيخلص على الانتيجين تماما يكسره ويهضمه ويحرق كله. لا انتي بودي هو اول واحد يبدا في التعامل مع الفيروس. مين اللي بيكمل شغل الانتي بودي؟ بروتين طالع من الليفر اسمه كومبلمنت. يبقى الكومبلمنت از البروتين. انترفيرون از البروتين. تعالوا دلوقتي نرسم مع بعض رسمه تخيليه. ادي سيل دخل فيها البكتيريا تمام. يجي الكومبلمنت يعمل حاجه جميله قوي. يعمل ايه؟ يعمل فتحات في الوول اوف السيل اللي فيها البكتيريا ويدخل ميه جوه البكتيريا كانه بيغرق البكتيريا بالووتر. يعمل فيها سوالنج تورم ويفجرها كانك بتملى حاجه ميه 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 بالونه
كتاب الاسم قال على الكومبلمنت كذا معلومه مهمه. قال السايت، بصوا ادي بالزوم طالع من الليب، قال ان دي كذا نوع، ثلاثه دي، خمسه ايه؟ ومن خمسه لتسعه. وفي معلومه مهمه عايز اعمل عليها فوكس. كتاب الاسم كان قال ان الكومبلمنت بيشتغل ككاسكيت. يعني ايه كاسكيت؟ يعني الكومبلمنت الاولاني هو عددهم 20 والاكتف منهم 11. الاول يشغل الثاني والثاني يشغل الثالث والثالث يشغل الرابع، عارفين بالترتيب يشغلوا بعض. انتوا مش مطالبين برسم الكومبلمنت كاسكيد. بالمناسبه كلمه كاسكيد معناها شلال، زي الميه بتاعت الشلال بتيجي تنزل من فوق لتحت للاندفاع. كومبلمنت بيشتغل بسيريال اوف رياكشنز. انت مش مطالب بالرسم، مطالب بايه في الكومبلمنت؟ كل واحد فيهم يعمل ايه؟ كومبلمنت ثلاثه دي وفايف ايه؟ ومن خمسه لتسعه. انا مش هقول دلوقتي الكومبلمنت دول بيعملوا ايه غير بعد ما اشرح اكشنز اوف نيوتروفيلز، لان فيهم دور ليه علاقه بالنيوتروفيل. فانا هاكد الاكشن دلوقتي لغايه ما اشرح الورقه دي ثم ارجع مره ثانيه. طيب الفانكشنز اوف الكومبلمنت، اجلوتينيشن ما بيساعد الانتي بودي، يعني نيوتراليزيشن بيحاول يقلل من التوكسنز اللي بيفرزها الانتيجين سواء البكتيريا او الفيروس، بيقلل السميه، بيعمل فازو دايلاتيشن. طب فكروا معايا ليه؟ انا بكمل شغل مين؟ انتي بودي. طب ما هو الانتي بودي ده بيتحرك في البلاد فاسل كم مره عشان يوصل للتيشو اللي فيه البكتيريا. انا ضيقه كومبلمنت ايه؟ بوسع له الطريق، انا بوسع الجسم. يلا يا نيوتروفيل، يلا يا انتي بودي، يلا امشي في الفاسل واوصل الى التيشو عشان تبدا وانا وراك، انت تبتدي وانا اكمل معاك. كمان اكتيفيت الكاينيز. ليه؟ لما بيحصل انفلاميشن التهاب جلدك بيحمر. طب وانا عايز ليه جلدي يحمر؟ عشان يوسع البلاد فيسلز اللي راحت المسكين ده. كل ما يوسع الفيسل هتمر اميون سيلز كتيره وبالتالي اقدر اساعد في المناعه. انت قلت ده كله، طب ليه رسمت الرسم؟ عشان اقول لك الكومبلمنت في الكتاب بتتسمى اسم مهم، ميمبرين اتاك كومبلكس. ما فهمناش دكتور معناها ايه؟ الكومبلمنت بتفتح فتحات في البكتيريا الوول. طب الوول ده فيه ممبرين، يبقى بتعمل ايه؟ اتاك ذا ممبرين. طب هنا لو عملنا زوم ليه سموها كومبلكس؟ اختصارها ناك. كومبلكس لانها مجموعه روتينز كاسكيد، مجموعه بتشتغل مع بعض. دكتوره فاتن في الكتاب قالت على الكومبلمنت انه بيفرز بروتينز يخترق الوول، وسمت البروتين ده ايه؟ بيرفورينز. كلمه بيرفوريت يعني يخترق، يعني ممكن في الامتحان ام سي كيو تقول لك بيرفورينز او تقول لك كومبلمنت، الاثنين حاجه واحده. كده انا قلت الاثنين دول. الثالثه في الهيومرال هي ترانس فيرين، ودي اللي طلبه كتير بتستغرب لها. ترانس فيرين يا دكتور هو اللي بينقل الايرون. هقول لك ينقله في البلازما. طيب انت ليه حاطته هنا؟ كتبت لكم معلومه بالعربي، تتنافس البكتيريا على احتياجاتها من الايرون. يا معنى البكتيريا علشان تعيش عايزه ميديوم ان ايروبيك، مش بس كده وعايزه كمان ايرون. يبقى
هقول النقط الأساسية في الفيديو ده عشان الناس ما تتوهش معايا. قسمنا الوايت بلاد سيلز إلى تقسيمتين، تقسيمة حسب السايز أو الشكل مونوكيولر أو بوليمورفو نوكيولر، وتقسيمة حسب ناتشورال إميون سيستم. واللي الصفقة دي كانت على ناتشورال بس، تلات كلمات ناتشورال، تلات كلمات في السيلز، وتلات كلمات في